أغلق المئات من عشيرة السادة المشاهدة وعشائر أخرى في منطقة التاج شمال بغداد، أغلقوا الطريق الرابطة بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين احتجاجا على اختطاف الشيخ رافع المشهداني من قبل مسلحين مجهولين. وشهد قضاء التاج تأزما في الوضع الأمني على الرغم من محاولات القوات الأمنية تهدئة الأوضاع بعد أن اختطف مسلحون مجهولون الشيخ رافع حاتم المطلق المشهداني، أحد كبار شيوخ عشيرة السادة المشاهدة في منطقة أم العظام بقضاء التاج شمال العاصمة بغداد. طالبين إطلاق سراح الشيخ رافع، لأنه هاي ردة فعل المنطقة عشيرة المشاهدة عموم عشيرة المشاهدة. فاختطاف الشيخ رافع راح يأثر أثار سلبي على المنطقة وعلى الطريق. نطالب من دولة رئيس الوزراء والجهات الأمنية والشرفاء بالعراق أنه يساعدونا بإطلاق سراح الشيخ رافع الحاتم المطلق شيخ عشيرة البشبلي وكل هاي الناس اللي حاضرة، الطالب بإطلاق سراحها، وإذا ما يطلقون سراحها الشارع يظل مقطوع. زين، فإحنا مطلبنا الأول والأخير هو إطلاق سراح الشيخ رافع.